التراب عمل طينة خلق بيها عينين للي مولود من غير عينين، هو اللي بين إيديه الخمس خبزات والسمكتين قدروا يكفوا 5000 شخص وفاض كمان من الأكل. تعالوا نتعرف النهاردة على الخالق الحقيقي ونعرف هو مين. هو مين؟ الخالق، اسم من أسماء المسيح الخالق، ده اسم الله. طب ما المسيح هو الله، الله الخالق، المسيح الخالق. أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. ده في رؤية 4 في تمجيد المسيح. الله بيأكد في يوحنا عن المسيح: كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان، في يوحنا 1:3. وبعدين يشرح في كلوسي: الذي لنا فيه الفداء الذي هو صورة الله غير المنظور، فإنه فيه خلق الكل. ده فعلا دي حقيقة بقى. لا تعال نكمل: الكل به وله قد خلق، هو رأس الجسد الكنيسة. كولوسي 1:14، واضح ان هو بيتكلم على المسيح. يقول الكل له قد خلق، يعني كلنا اتخلقنا ليه، يعني انا اتخلقت له، يعني حضرتك اتخلقت له. بناء على كده فلا نعيش بعد الانفسنا، بل الذي مات من اجلنا وقام، زي ما موجود في كورنثوس 2:5-15. لو عندك مشكلة جسدية اطلب منه دلوقتي. اللي خلق زمان يقدر يخلق دلوقتي. لسه من أسابيع قليلة في اجتماع صلاة في كنيسة معينة اتفاجئ الحاضرين بواحد لا بيسمع ولا بيتكلم، بيسمع ويتكلم ويسبح الله. الله خلق الإمكانية جوه الجسد، لأنه إلهنا حي، لأنه إلهنا بيستجيب. المسيح خالق الكل، يقدر يعمل الكلام ده معاك دلوقتي. اطلب من الله، قول له أنا عايز، بس خليك قريب منه، لأن هو بيعز ولاده وبيساعدهم بكل طريقة. المسيح معاك. هو مين؟ Me.